أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يردون على الهاتف أثناء الدرس أو يتكلم بعضهم مع بعض فيشوشون على من بجوارهم؟ لا يجوز لهم هذا، أولا أنهم يعرضون عن الدرس، وثانيا أنهم يشوشون على من حولهم، لا يجوز لهم هذا. اللي تعرض له مكالمة يخرج من المسجد ويكلم خارج المسجد ثم يرجع. نعم، انت أحسن.